يا اخي مرزو. اهلين ابو غالي، شو جاي على الحرق بالشحاد وبنت شو القصة؟ قلت لحالي فزبكي وشرب كاس الشاي مع اخوك ابو مرزو. هيك قلت لحالها؟ انت بتعرف عايش لحالي وبحطق قلبي من وحده. هيك قول. هلا بتا ما رجعت من السوق نشرب الشاي سوا. لك هلا اعمل لي لفه. وين رايح؟ لسه ما فاق حدا من ولاد الحرق. انت اكرم من الله، الا ما لاقي ولد فازز واستفتح منه عند الصبح قاطره. روح عمي روح. كمان عم تنام بالدكان؟ امو على عيني يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم. نزل عمي نزل الله يرضى عليك. مرزوق وين رحت؟ مو ببالي بدك تشرب كاسة شاي عندي. كنت عم جيب خبره. لمين؟ لمين يا علي؟ لكبير حارتكم ابو عصام. ليش في حدا غيره؟ ليش شو ساوى اليوم كمان؟ اسمع شو صار ورح تعرف كل شي عنه. هاي شغلة كبيرة كتير. ابو قاسم لازم يعرف عنها كل شي. ولسه رح تعرفوا عنه شي اما سمعتوه من حدا غيري. ابو قاسم لازم يعرف كل شي. مو بس ابو قاسم اللي لازم يعرف فيها، الحارة كلها لازم تعرف شو صار. شو انا ابو مرزوق؟ ابو حاتم. ايوه ابو مرزوق. احكي له جارو ابو مرزوق، احكي له. واذا ما صدق بكره الصبح بيصدق جارو. احكي له. شو القصه ابو مرزوق؟ شو بو هذا ابو غالي؟ شايف لك طولاني زنيفته ما؟ اسمع ابو حاتين، لازم احكي لك كل شيء صار مشان يكون عندك علمه وخبره. قال الراوي يا سادة يا كرام، قام على حيل وقال له يا نبي انت ملح رجال ما حفظته وخيامتك انفتحت بين الناس وسحب سيفه واشتغل بيناتهم تنقصي قليلي حوالي هذا معصيده داري معنى. ابو عصام اذا كنت هون حاكيني هذا مو مش لا احتيابك فوت على الجوال يعمل لك طاستين سخنين. بعدين عبدو بعدين. يا مرد ان شاء الله على ربي وانا على قلبك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في شي يا ابو حاتم؟ سلامتك ابو ياسين. ابو حاتم مور، اذا بدك شي او لازمك شي قولها. ما بدي الا سلامتك ابو ياسين. سلام عليكم. وعليكم السلام. كانوا رجال الامير جايين من بعيد ومعهم ثلاثه اخذينهم اسرحا، ولسه ما وصلوا على المكان شافوا الحرب قايمة بين الناس، سحبوا سيوفهم وقالوا الله أكبر على الظالم.
الله أكبر على الظالم. كمل كمل بعدين شو صار عمي؟ لحظة ليش فيه؟ لا اشرب كاسة مي. سلام هالكاسة مي صباح الخيرات. شو بلاقي كفايه لهلا؟ اي والله طلعت من البيت، عندي شغله بدي اسويها وارجع على البيت. بدك تخلى بدي اسالها. ابوك ما عم شوفه؟ اللي بالعاده بصلي انا وياه الصبح، ما عاد شفته من زمان. ابي مخستك وتعبان، عم بيصلي بالبيت. لا 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 سلامته شو بو؟ بعين الله عمي بعين الله. إيه على العافيه ان شاء الله. امانه سلم لي عليه. ايه يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. راجع يا بي راجع. يا رب تعالى يا رب. صباح الخير ابو قاسم. صباح الخير. خير ابو ابراهيم؟ عاوزك بشغلة ضرورية يا ابو قاسم. معتز خير عصام؟ شوفي انت حاطط قفل تاني فوق قفل الدكان. لا والله. لك مين حاطه؟ شو بيعرفني؟ بسرعه اخي بس اوعيك والحقني جيب الشاكوشه معك. ايه يلا. شو صاير يا مو؟ حاطين قفل تاني فوق قفل الدكان. ومين عامل هالعمله؟ شو بيعرفني يا مو؟ شو بيعرفني؟ لك شو صار معك يا معتز؟
ان شاء الله ما يكون جوا يا رب. ما تزوي صامونه؟ ما بعرف يا بي. لا حول ولا قوه الا بالله. عصام، عصام، ابو عصام، ابو عصام، خالي ليش هيك متلبين علينا؟ هلك هلك شوفي خالي شوفي. لك وين ابوك؟ ما حدا دخلوا بأبي. لك وين ابوك عم يلعب بعينك وشي؟ هذا تعكوش ما فيش تعكوش خالي بس عين خالي. اوعك حدا يحكي بعرضي هلا بكركب الدنيا فوقاني تحتاني. ها هلا انت تدب لك؟ روح كله عم يتهزز على راسه يدور على وش اكله. تضربني يا خالي؟ حتضربني؟ لك الله يسامحك الله يسامحك يا عم تضربه خالي، عم تضربه العالم كله، كل واحد يروح على بعده، كل واحد يروح على بعده. وسعك انت وياه. اسمع خلصنا، هات بريدك تك اعطيها. افتح الباب. لا انا بفتحه ابي. ايش كان عنده كلمة يحكيها هلا؟ يا اما يضب لسانه بظهر الناس مشان ما تصير رجال حريم. ايش هذه يا حارة؟ غريبنا باللي صار لسه ما عرفناه، بس انهدر دمه على يدي، وانا ابن ابو عصام. يلا عمي يلا كل واحد على شغله. يلا يلا على شغله. يلا يا رجال. راعي كل عيناها يلا، كل واحد على شغله. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول.